مشاهدينا الحب حياكم الله ودائما متواصلين وياكم. ضيف الحلقه اليوم اللاعب مهدي كامل انا وياكم، نرحب اجمل ترحيب ونقول لك يا هلا ونورت البصره. يا مسلم بيك وانت النور والبصره معروفه بكرمها وطيبتها، وانا صار خصوصا الفتره دائما بالبصره، منتخب نادي منتخب نادي، ان شاء الله يكون اللقاء ممتع ان شاء الله. كابتن الحمد لله على السلامة، عندكم مباراة مهمة جدا بالدوري، يعني عندكم محتين تدريبين على ما اعتقد، بشكل عام كيف استعدادكم لهذه المباراة وهذه المباراة الكل يعني مهمة جدا لنادي الشرطة؟ صراحة انت مثل ما قلت مباراتنا مباراة مهمة، واكيد احنا استعدينا لهذه المباراة خلال الوحدات التدريبية والفترة هاي الماضية، وان شاء الله احنا نوعد جمهورنا نواصل سكه الانتصارات الفتره الاخيره حتى نكون قريبين على الصداره، ان شاء الله نقدم نتيجه 3 نقاط نرجع بها لبغداد ان شاء الله. الدوري ونادي الشرطه وبعض الظروف كيف تكون المهمه لي يعني حصد يعني لقب الدوري؟ تشوف كل فريق يصير به يعني بعض المشاكل، بعض يعني صير عند اللاعبين اخفاق من المستوى، اكيد هاي يعني تصير بكل الدوريات، بعض اللاعبين يعني ينزل مستوى، بس احنا الحمد لله قلت لك هسه صار 4 مباريات تعدينا هاي المرحله، تكاتف الجميع، لاعبين كان تدريبي اداره ان شاء الله جمهور، وهاي المباراه ان شاء الله اكيد قلت لك ان شاء الله تعزز سكه الانتصارات، اكيد على مود نكون قريبين على الدوري ان شاء الله على الصداره. بالوحدات التدريبيه يعني شلون كان الجو؟ صراحه هي احنا عادي متعودين مثلا على الجو حاره، بس شوي الملعب تارتان خصوصا ملعب الزبير يعني من حتى الارضيه منتهيه، شلون صاير شلون تقريبا صبه يعني ما تقدر وحاره، احنا بس من هاي شويه يعيقنا، اكيد احنا كل مباراه ننزل لها ان شاء الله نتغلب على كل الظروف، لان هاي مباريات القادمه مباريات كل مباراه دوري، واللي يريد يحصل على الصداره لازم هاي المباراه يحققها خارج ملعبه وملعبه. خلال الاداء اللي يعني تقدمه سواء مع النادي او مع المنتخب، ماذا عن العروض الخارجيه؟ صراحه اكو يعني كلام، بس يعني انا من النوع الكلام يجيني ما يعني ما اعلن به الا يكون رسمي، على مود يعني من تعلن به تكون صادق مع الاعلام مع اداره نادي الشرطه، يعني ان شاء الله بخير ان شاء الله الله يجيبه. يعني شخصيا دور الخليج يعني اي دور تفضل يعني كلاعب مهدي كامل؟ صراحه هي الدوريات دور الخليج متطوره ناحيه من كل جميع النواحي، بنيه تحتيه، ملاعب، اعلام، يعني اكيد كلهم قطر، امارات، السعوديه، بس هم تقريبا هسه الدوري السعودي يعني متفوق من افضل الدوريات، ودوري الامارات ودوري قطري، ان شاء الله قلت لك اللي بخير ان شاء الله الله يجيبه. انا متابع الدوري السعودي واكثر لاعب يعجبني كهربا، لاعب مو طبيعي. اي كهربا شفت هاي المباراه النهائيه لاحظتها خطيه، كان يعني تعرض لاصابه، واتمنى الموفقيه للجميع ان شاء الله. ان شاء الله احنا وصلنا للختام، اتمنى يكون وقت البرنامج اطول. بالختام شنو حابب تقول؟ ان شاء الله تكون هاي الحلقه حلقه جميله وممتعه، واشكر مشاهديك على البرنامج، وان شاء الله نكون يتطور هذا البرنامج والله يوفقك ان شاء الله. شكرا جزيلا.